وصلنا وصانا والجنة مسوانا تكسب رضا ربك تثبت بيا خطانا دايما في ساعة الخير يلا نساعد الغير دي ساعة الخير يلا وفي ايدينا نساعد الغير ده رسولنا وصانا والجنة مسوانا تكسب رضا ربك تثبت بيا خطانا دايما في ساعة الخير يلا نساعد الغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم وهذه حلقة جديدة وبرنامج ساعة الخير. كان بدايتنا معكم كان يوم السبت والحد، والنهاردة تالت حالة، والحقيقة الواحد من تالت حالة وهو يعني نفسه تعبت جدا، لأن الأمر اتضح الملف ده ملف صعب قوي وملف مليان بالحالات وطوابير الانتظار لكل واحد عنده مشكلة. الحقيقة كل مرة نقول دي مفيش يعني مشكلة أصعب من كده، تيجي الحالة اللي بعدها إن هي أصعب، وحالة الحقيقة من الهم والحزن والغم شيء صعب جدا يعني، والغوص في حياة الناس يعني بيبقى صعب جدا برضو يعني، واللي بيشوف هم الناس يعني بيخف عليها وزي ما الناس كلها بتقول. النهاردة معانا حالة عم طارق سيد عبد اللطيف. عم طارق مشكلته بدأت بانزلاق غضروفي، يعني غير مسار حياته وغير مسار مهنته، لأنه راجل كان شغال سمكري سيارات. عارفين سمكري السيارات يعني عمدة الموضوع ده في يعني إيده ودراعه وحرفيته وبصره ويعني وأخذه بالمقاسات الحاجات اللي بيشتغل عليها، وليها عدة نواحي فنية الحقيقة كلها معتمدة على المهارات وعلى سلامة جسم الإنسان. وإحنا دايما بنشوف كل مهنة ليها شكل معين في حركة الجسم، الكهرباء السيارات بيبقى ليه وضع، ميكانيكي السيارات ليه وضع، كل واحد بيبقى ليه وضع في القعده وفي شكل حركه الميكانيزم بتاع الجسم نفسه. سمكري السيارات طول النهار قايم قاعد متقرفص مش عارف بيدخل في حته كده في العربيه بيعمل ايه، فكل التحميل غالبا بيبقى على فقرات الظهر. انا مش عايز اطول معاكم، ولكن يعني برضه عايز اذكر قول الشاعر العربي زي ما بيقول: ان الدنيا اذا اقبلت على امرئ أعرته محاسن غيره. الدنيا لما تيجي على حد وتديله مش بتكتفي بمحاسن هو بس، لا بتستلف له محاسن الناس كمان وتنسب إليه. وإذا أدبرت من امرئ سلبته محاسن نفسه. وإذا الدنيا إدت ظهرها لحد زي ما نقول كل يوم، حتى الشيء كويس فيه، حتى الصفات اللي هي لصيقة به وهو كده دي صفاته تتسحب منه. وإذا أدبرت من امرئ سلبته محاسن نفسه. بل ربما أحيانا الناس تذكر الحسنة على انها سيئه في الانسان، ومهما كان الانسان ماهر وجاله شيء من مرض وانحرف بيه الطريق، الناس بتنسى تاريخه وبتنسى مهارته في مهنته او ما الى ذلك. مش هطول عليكم، برحب بيك يا عم طارق. ازيك يا عم طارق؟ ازاي احوالك؟ الحمد، يستاهل الحمد. عم طارق سنك قد ايه يا عم طارق؟ 55 سنه. بس الحقيقه شكلك يدي اكتر من كده، يعني شكلك يدي اكتر من كده. انت كانت مهنتك ايه يا عم طارق؟ عايزك تحكي المشاهدين وتقول لهم انت كنت شغال ايه اساسا. كنت شغال سمكري سيارات، بعد كده قعدت كم سنه؟ قعدت كم سنه تشتغل؟ قعدت كم سنه تشتغل؟ لا انا علمت اجيال. علمت اجيال؟ يعني انت راجل صنايعي. صنايعي؟ يعني في انت فيها من صغرك يا عم طارق؟ وبعد كده انت في المهنه دي من صغرك؟ اه في المهنه دي من صغرك. اتفضل. جالي الغضروف فرحت. مين اللي شخص الحاله وقال لك ان ده غضروف مثلا مش محتاج عمليه مش محتاج علاج؟ انا سامع حس ظهري وبقول طق وانا بشيل الانبوبه. انبوبه اللي هي الاكسجين. فسمعت حس ظهري وبقول طق، فعقبال ما رحت للراجل في بشتيل ما عرفش انزل مع العربيه. يعني رحت مع واحد وصلك للدكتور؟ ابويا اللي وداني. والدك؟ الحكايه دي كان بقالها كام سنه او كان سنك قد ايه يعني؟ من حوالي 10 12 سنه. 10 12 سنه الطاقه اللي حصلت في ظهرك دي. طب الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ الدكتور اللي هو قال لي الفقره الرابعه والخامسه حصل فيهم انزلاق يعني. طب اداك علاج او قال لك هتعمل عمليه او اي حاجه؟ لا لا.
اداني علاج. ايوه. بس الجلطه ديت انا خلينا بس في بالتسلسل بس عشان المشاهد يبقى معانا يعني. الانزلاق ده الدكتور ده كان علاج بس علاج ليه بس ما قالكش ممكن عمليه تصلحه وما قالكش لا 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 ما قاليش اداك فضلت مستمر عليه بس ظهرك كان ابتدى يقلمك ما تقدرش تشتغل منه صح كده؟ وتوقفت عن العمل ساعتها ولا حاولت برضه يعني لا توقفت تماما يعني. كان عندك ورشه ولا كنت اجير عند حد؟ لا كان عندي ورشه. كنت عندك صاحب ورشه يعني. في منطقه ايه؟ في امبابة. في امبابة كان حتة كده جنينة وقعد فيها. يعني زي حتة كده زي ما بيقولوا عاملينها بصاج او ما الى ذلك وقعد شغال فيها. طب الورشة يعني المكان ده ما كانش شغال ما كنتش تقدر تعتمد عليه في انه يطلع لك دخل مثلا عندك صناعية او كده ولا كنت غالب شغلك بايدك انت؟ لا انا كنت شغال بايدي. شغال بايدك ومعاك صبي كده ولا حاجة. طيب بناء على حكايه ان ظهرك حصل كده انت قفلت المكان ده خالص. ايوه. عندك كم من الولاد يعني؟ ولد وبنت. عندك ولد وبنت سنهم قد ايه دلوقتي؟ لا البنت كبيره والولد كبير. شباب يعني. ربنا يديهم الصحه ويديك الصحه. البنت اتجوزت. والولد كان شغال في مستشفى دلوقتي. نعم. في العبور. طيب. بعد رحله ان انت يعني توقفت عن العمل بسبب المشكله اللي حصلت في فقرات ظهرك دي انت عملت ايه بقى؟ يعني حبيت تتعايش ازاي؟ كان حد بيساعدك ولا كان عندك شيء بقى يعني؟ لا كنت شغال على تاكسي. اشتغلت على تاكسي بعد كده. انا بس مشاهدينا الكرام انا عايز اقول يعني حضراتكم عشان تلموا خيوط الموضوع يعني هتعرفوا في الاخر ان عم طارق كان حصل له جلطه في الدماغ فعشان هتلاقوا الاسئله غالبيتها بنحاول نراجعها تاني لان بيحصل برضه نوع من التفلت في المعلومات فالمعلومات مش منتظمه معاه. جلطه في الدماغ. طب بعد ما اشتغلت خلينا بالتسلسل بس يا عم طارق. واللسان تيل. انت اشتغلت سواق تاكسي بعد ما حصلت لك مشكله ظهرك دي كده. طب ما كانش بيقلمك وانت سايق التاكسي برضه كان بيتقلم؟ لا لا لا. كنت بتحاول يعني برضه معاه على سن قاعد بظهرك غير لما تكون بتتحرك بجسمك وبتاع. طيب انت قلت لي بقى كده ان حصلت لك جلطه، الجلطه جات لك وانت سايق ولا كنت في البيت ولا جات ازاي الجلطه؟ من حوالي 6 اشهر. من حوالي 6 اشهر بس. يعني الفتره دي كنت انت بتكافح على التاكسي بتاعك. جات لك بقى ازاي الجلطه دي وايه اللي عرفك انها جلطه؟ ما الدكتور قال لي يعني انت حسيت بتعب في الشغل مثلا وانت سايق كنت في البيت؟ لا لا لا. دلوقتي ما بعرفش ادور العربيه. اثرت على ايديك وعلى لسانك. اثرت على ايديا والدكتور كاتب لي علبة برشام ب 1350 غير العلاج التاني. بس طب انت كان كلامك كده يا عم طارق ولا بعد الجلطه كلامك تقيل شويه؟ الكلام تقيل. كلامك تقيل شويه. انت اتعالجت في اي مستشفى يا عم طارق؟ في مستشفى حكومي؟ في الدقي. مستشفى في الدقي. طب العلاج ما جابش معاك نتيجه ولا؟ لا. يعني كان اخر العلاج ان توصل للحاله دي كده. صح كده؟ قال لي استمر عليه تاني. كل ما بتخلص العلاج بيقول لك استمر عليه تاني. طب ما قالكش ان ايدك ممكن تتحرك احسن من كده؟ انت عندك فيروس في ايدك. فيروس؟ ما اعرفش ايه فيروس. طب انا وريني بس الاشعه اللي معاك دي الاشعه على دراعك؟ دي ايوه هي لا ال ده من القصر العيني. ده من القصر لكن طبعا مشاهدينا الكرام ده من مستشفى القصر العيني نفسه. لكن ده مصطفى محمود. دوت. ماشي. احنا عايزين برضو نقول مشاهدينا الكرام ان احنا كل الحالات بتاعتنا زي ما قلنا انها موثقه ومن اماكن معتمده وفي عندنا ناس ورانا الحقيقه وراء الكاميرات يعني بيدققوا في كل ورق من ورق ده بحيث وان كان يعني المنظر قدامكم واضح ولكن دايما بنحب ندقق بحيث ان اي شيء هيطلع من اي حد ناوي يعمل خير بيوصل برضه لمستحقيه ما بيروحش لحد ما يستحقوش يعني. دي طبعا مجموعه من التحاليل الحقيقه عايزه طبيب يراجعها. دي مجموعه طبعا من التحاليل دي الاشعاعات. دي الاشعه بتاعت الفقرات بتاعت الظهر. دي اشعه الفقرات بتاعت الظهر. ديت تحليلات. طيب قال لي اعمل لي عربيه على ايه؟ ده الكلام ده حديث يا عم طارق. طيب قال لك ايه الدكتور بقى على الكلام ده كله؟ الدكتور اللي انا رحت له. ايوه. الدكتور كان في واحد في عماره الضبع.
فقال لي انت رحت لكام دكتور يا عم طارق؟ يعني حاولت تسعى على العلاج ولا قلت خلاص بقى؟ رحت الاربعه. الاربعه الكلام ده من 6 اشهر، ما عدا مثلا كل شهر دكتور ولا حاجه. فالدكتور الاخير قال لي تمشي على العلاج. الدكتور اخر واحد اسمه شريف، اخر واحد. نعم. فقال لي تمشي على العلاج وكرره تاني. قال لي تعالى لي بعد شهر. نعم. كان كاتب لي 30/8. طب وريني كده الورقه دي كام طارق. فقال لي تعالى لي بعد شهر. طبعا شايفين حركه الايدين يا جماعه، حركه الايدين صعبه جدا يعني. بيقول لك ما بيقدرش حتى يدور، العربيه التاكسي كان شغال عليه. برضه واضح انه طبيب. طيب ماشي. طيب اي قالك قالك تستمر على العلاج وتجيلي بعد شهر صح كده؟ قال لي العلاج تكلفته قد ايه؟ رحت له. العلاج ده اول برشام ده ب 1350. 1350 بيكفيك قد ايه تقريبا؟ شهر. بيكفي ياخد الشهر معاك. 1350. فقال لي كرره. قال لك كرر البرشام كمان مره. يعني كل شهر انت ليك 1350 للعلاج ده بس. ده غير الاكل والشرب والزوجه، انت زوجتك عايشه صح؟ والسكن ومصاريف الحياه يعني. ايوه صح كده؟ طيب دلوقتي انا مش شغال. ومش شغال. فبالتالي عايز حد يعني ينفق عليه. ابنك يعني يا دوبك بيكلفت نفسه كده من الشغلانه بتاعته ولا برضه بيحتاج رخر شيء؟ لا قالوا له هتقعد 6 اشهر. من غير شغل. تدريب. ما تدريب من غير قبض يعني. فهو قاعد 6 اشهر. يعني 6 اشهر رايح جاي بدون اجر. صح كده؟ طيب برضو ده يا جماعه ده تخطيط العضلات وسرعه توصيل الاعصاب، يعني المشكله بتاعت دراعاته اللي هي مختلطه بمساله اللي هي الجلطه اللي في الدماغ. طب عم طارق انت هتطلب ايه من الناس؟ يعني انت شايف ان الناس ممكن تساعدك بايه؟ اي حاجه. وبعدين عايز اقول لك انت طمعان في اللي عند ربنا مش اللي عند الناس يعني، ولكن اهل الخير برضو كتير. انا عايز اي دكتور يعالجني. نعم. بس طب انت عندك فكره ان يعني حالات الجلطه اللي بتتم بالمنظر ده بيبقى ده غالبا منتهاها ان الانسان يكون كده؟ يعني طبعا بنقول العلم كل يوم في تطور، ممكن الانسان حالته تتحسن يوم بعد يوم، بس عندك فكره ان ده اقصى ما تطور اليه الطب دلوقتي؟ ان مثلا ما يحصلش لا قدر الله شلل، يعني في ناس بيجي لها جلطه بيجي لها شلل نصفي مثلا. ايوه واخد بال حضرتك. فانت ربنا الحمد لله رب العالمين كرمك برضه ما زلت يعني جاي على رجليك زي ما بنقول. الحمد وان كان لله. اثر على ايديك واثر على لسانك، فانت مشكلتك كلها في المشكله تعتبر ماديه صح كده؟ ولا انت شايف في دكتور قالك ان ممكن حالتك تتحسن عن كده؟ لا الدكتور اللي انا رحت له قال لي استمر على العلاج. اللي انا رحت له في الدقي. اي. طب بص يا عم طارق، انت عندك فكره ان قناه الصحه والجمال فيها دكاتره يعني على مستوى راقي جدا تتفرج علينا؟ طيب احنا عندنا دكاتره مستواهم كبير جدا في المخ والاعصاب وكل التخصصات. فاحنا دلوقتي من خلال قناه الصحه والجمال ومن خلال شاشتنا ومن خلال برنامج ساعه الخير بندعو الحقيقه كل الاطباء اللي هم يعني اعزاز علينا واعزاز على مشاهديهم وعلى قناه صحه الجمال والصف اللي فيها ان يتبنوا حاله عم طارق، والدكتور اللي يكون شايف ان حالته ممكن تتحسن عن كده يقول لنا، يعني برضو مع مراعاه طبعا السن ومراعاه ان الحاله يعني وصلت بقى له مثلا 6 اشهر دلوقتي الجلطه وبتاع، فدكاترتنا عارفين انهم هيدونا البيان المفيد. احنا طبعا في مؤسسه صله بنتبنى كل الحالات، يعني من اول حاله كانت معانا في اول حلقه لغايه النهارده لغايه يعني الحالات اللي جايه ان شاء الله، مؤسسه صله قايمه بكل هذه بكل هذا الموضوع يعني. علاج هنتواصل مع الاطباء بتوعنا اللي ربنا هيكرمه وهيتعامل معانا بالمجان ما فيش مشكله، اللي عايز ياخد الفيزيتا بتاعته برضه مؤسسه صله ان شاء الله هتقوم بهذا الشان يعني. زائد ان في حالات بقى داخل معاها مش مجرد العلاج ومجرد الراجل ده يخف، راجل ده سنه كبير في السن ومهما حصل هل هيوصل لدرجه انه يقدر يسوق تاكس تاني او شغل تبكاري تاني؟ اعتقد الامر صعب، والعلاج زي ما انتم شايفين سعره ارتفع جدا يعني. عم طارق من خلال مؤسسه الصله احنا بنحاول نتواصل مع اهل الخير وبنحاول نشرح لهم الحاله، وحالتك واضحه طبعا، فبنقول لهم طبعا يتواصلوا معانا ويساعدونا وشايفينك بعينهم، وفي ناس كتير ان شاء الله بتتواصل. انت بنفسك تقول للناس انت عايز ايه؟ يعني انت بتكلم دلوقتي جموع الناس الطيبين اللي بيتفرجوا علينا، الناس اهل الخير، الناس اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى يزيدهم،
كلمني من خلال الشاشه. الكاميرا بتاعتك اهي، عايز اتعالج بس. اهي يا عم طارق، اهي بص الكاميرا دي وكلمهم قول لهم انت عايز ايه. عايز اتعالج. بص على الكاميرا بتاعتك يا عم. بس عايز اتعالج من ايديا والجلطه. بس طيب، يعني انا باسم عم طارق وباسم كل حاله تبقى معانا، بدعو يعني كل اهل الخير وكل الناس الطيبين يتفرجوا علينا، ان ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، والامر سهل جدا، سهل جدا انك انت تنمي ما عندك وتزكي ما عندك. ومش هفضل اقول لك بقى ايات، وان ربنا سبحانه وتعالى قارن الزكاه بالصلاه في كل موضع، انك تطلع احنا مكان يثق فيه، يعني اللي انت هتدفعه ممكن حضرتك تيجي تشرف معانا لغايه ما فلوسك توصل للمستحقين. يعني مؤسسة صلة طبعا الكلام ده كنا شغالين من 2013 اعتقد او حاجة زي كده، وكانت دي البداية، وما زلنا بنحاول نساعد بقدر المستطاع، ولكن بنتمنى المزيد والمزيد، لان عندنا الحقيقة طابور الانتظار كبير جدا. يعني عم طارق، انت عايز الناس تجيب لك العلاج صح كده؟ والدكاترة اللي موجودين معانا اللي يقدر شايفنا دلوقتي يقدر يساعدنا يساعدنا، ما يقدرش يساعدنا برضه هندفع الفيزيتا من خلال مؤسسة صلة. عايز شيء تتعايش منه، انت ممكن تشتغل ايه؟ انت عندك تاكسي ده ملكك يا عم طارق؟ لا، شغال عليه اجير يعني. كنت شغال عليه. طب انت دلوقتي سيبك من حكايه التاكسي، اعتقد انها صعبه شويه صح دلوقتي؟ انت تتمنى ايه، او تشوف الناس تشوف لك ايه حاجه تاكل منها عيش زي ما بنقول؟ عايز اتعالج بس. عايز العلاج الاول. تعالج. طيب. واركب التاكسي تاني. طب انت ما عندكش اي املاك يا عم طارق، عشان الناس بتسالنا برضه؟ ما عندكش اي معاش، اي تامينات، اي حاجه خالص؟ لا خالص. مالكش اي ورقه في الحكومه تاخد بيه شيء؟ انا رحت عملت التامينات. لففوني اربع براش واربع اكتوبر. اربع ايه؟ اربع مرات براش واربع اكتوبر. هم لو ما عملوش كده ما بقوش تامينات، هم لازم يدوخوا الناس زي اتفضل. ايوه اتفضل. ف كنت رايح بحالتك دي قدام المعمل طارق صح؟ كنت رايح بحال. هل ورقة كان في شيء ناقص يعني؟ رحت قالوا لي كمل الورق. كمل ورقك يعني. رحت براش. رحت مسلم الرخصة. طب كانوا طالبين منك ايه يعني؟ مش خدت لهم الورق بتاعك ده، الأشعة والورق ده كله، ولا كان عايزين حاجة يكشف عليك تاني تبعهم؟ لا لا. قالوا لي في كوميسيون. كوميسيون. ما لازم تتاكد ان حالتك فعلا حاله يعني تستحق. طب ما انا عامل الكوميسيون. هم عايزين كوميسيون تبع التامينات. ايوه عايزين كوميسيون تبع التامينات نفسها. تبع التامينات. طب لما رحت الكوميسيون عملوا لك ايه؟ كشفوا عليك تاني؟ لا، روح بكره. لسه هتروح بكره ان شاء الله. طب ربي يقدرك ويمشي. طالبين منك ايه تاني بخلاف الكوميسيون؟ بس هم قال لك الكوميسيون وهات ورقك وتعالى. صح كده؟ نتمنى. لا، هو الورق هيروح. الورق هيروح. طب انت يعني اداك الورق مثلا وقال لك روح بيه هناك اكشف وهات لي الورق تاني وتعالى؟ لا، كتب لي طلب كده في بلاد دكرور. شارع مدكور. ايوه. حد بيروح معاك يا عم طارق ولا بتروح لوحدك؟ لا، بروح لوحدك. بتحاول كده تستند وتروح لوحدك يعني. مع ان اعصابي ما فيهاش. نعم نعم. بس انا مش عارف ليه يا عم طارق، انا قلت لك قبل التصوير يعني من امبارح بقول لك طب ما تجيب حد معاك، انت قلت لا انا هاجي لوحدي، ما اقدرش اجيب زوجتك ولا حد من اولادك معاك يعني. لا لا، انت بتحب تعتمد على نفسك؟ ابني في العبور. نعم. ما ينفعش يجي. اللي هو في التدريب ده. وبنتي متجوزه دلوقتي. انا مراتي قالت لي اجي معاك، قلت لها لا. ما بتحبش انت حكايه انك تمشي مع ما احبش الزوجه وبتاع. الله يعينك. انت منين اساسا يا عم طارق؟ من امبابه. من امبابه، احسن ناس يا عم طارق. الله يخليك. طب يعني انت بتتحرك كل تحركاتك دي كده على قد ما ربنا بيعينك وبتتحرك. صح كده؟ طيب. بعد التامينات دي في رحله ثانيه قالوا لك عليها، ولا هتجيب ورق الكوميسيون ده وتروح لهم بيه مع بطاقتك مع الكلام ده كله يعني؟ لا، اروح بكره الكوميسيون، اما اشوف بقى يروح امتى. هم اللي هيودوه. هم اللي هيودوه. طيب الله يعينك يا عم طارق، الله يعينك. الله، احنا مش هنستنى. واخد بالك؟ ومش هيستنى يعني، احنا نمشي في خطنا احنا، واللي ربنا هيقدرنا معاك هنعمله، واللي الناس هتتبرع بيه باذن الله هيوصلك على دار المليم زي ما بنقول. وخلي موضوع التامينات برضه ربنا يكرم ان شاء الله يكون في اي شيء، لان برضه ما بيدوش كتير يعني، غالبيه الناس بياخد شيء يعني ييسر له الامر شويه. طب حاولت يعني تدور على حكايه العلاج على نفقه الدوله؟ حد قال لك على الخط السير ده؟ عملته. ورحت القصر. نعم. الدكتور شريف دوت كتب لي ورقه
على الروح العظيم. الدكتور شريف مين كده يمكن نعرفه عن طريق؟ اسمه شريف ايه؟ ما اعرفش. شريف عمر مثلا؟ شريف محمد حمدي عبد المنصور. طيب احنا بندعو الدكتور شريف من خلال قناه صحه وجمال يعني يتواصل معنا. دكتور شريف الحقيقه دي قناتك وقناه طبيه واحنا هنا زملائك ان انت تتواصل معنا سواء في علاج عم طارق او ان انت تكون ان شاء الله ضيف معنا في احدى الحلقات. والراجل برضه بيشكر في حضرتك وبيقول ان انت يعني بتتعامل معاه بشكل ودي. كان الكلام ده في منه طبعا جزء في الاتصالات قبل كده. فدكتور شريف احنا بندعوك من قناه صحه وجمال ان تكون معنا في اي حلقه باذن الله وتتواصل معنا ان شاء الله. ايوه يا عم طارق. بس. طيب. عملت انت علاج على نفقه الدوله ومشيت في الورق صح كده ورحت القصر العيني. رحت القصر. نعم. عملوا لي وختمته من دور الرابع. ورحت رايح. مراتي راحت امبارح. قالوا لها تروحي تجيب العلاج من القصر. تجيب العلاج من القصر العين. وفي القصر ما فيهوش. طيب. يعني انت احمد ربنا انت في القاهره برضو. الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين. انت قصر العين يعتبر مش بعيد عليك وان كانت حالتك طبعا يعني الله يعينك. النهارده السليم بيروح مشوار زي ده بيبقى تعبان يعني. ايوه. طب انت يا راجل كنت محترف وراجل صنايعي وبتفتح ورشتك وبتدقدق وبتعمل وبتظبط وليك صبيان وليك صنايعي طلعوا على ايديك ودي مهنه جميله جدا الحقيقه يعني. خاصه وسط الزحام اللي احنا فيه وعدد العربيات بتخبط كتير يعني وبتاع. وبعد كده برضو كاي راجل شريف ما رضيتش تقعد في البيت بعد ما ظهرك وجعك وانت قلت لي كمان في النص كده ان انت سافرت ليبيا حاولت تشوف اكل عيشك هناك. وراح ليبيا يا جماعه واحد ابن حلال يعني نصب عليه هناك ورجع تاني ما طولش ورجع تاني برضه واشتغلت سواق تاكسي. طب راجل زيك كده يا عم طارق من صغرك وانت في الشارع وبتعافر بتعمل ازاي النهارده في يومك يعني انت قاعد كده ما بتشتغلش خالص بتقضي يومك ازاي؟ بتقضي يومك ازاي بقى يا عم طارق؟ يعني بتقعد في البلكونه ولا بتقعد قدام البيت ولا بتعمل ايه؟ انا عارف دي بتبقى صعبه قوي على الراجل انه يقعد في البيت يعني. لا انا بقعد في البيت. اتفرج على التلفزيون وكده يعني تحاول تسلي نفسك لغايه ما اليوم يعدي. انت شكلك مدخن يا عم طارق صح كده؟ مدخن. تشرب سجاير بس ولا شيشه؟ لا سجاير. سجاير بس. الله يعينك الله يعينك. الله يخليك. طب الدكاتره ما قالكش ان دي ليها تاثير على المخ والكلام ده؟ الدكتور قال لي قال لي بطل السجاير. زودتها اكتر. ما اعرفش. ما لغايه دلوقتي ما بطلتش؟ ما رغم اللي انت شفته من الجلطه دي؟ بطلها. برضه ما طب انت كده هزعل منك المشاهدين بقى يا عم طارق. يعني احنا قناه عندنا ما فيش فيها ولا طفايه واحده. يعني الدكتور تلاقيه عنده طفايه على المكتب بتاعه ما تكملش معاه. معناه انه راجل مدخن يعني. فربنا يعينك ربنا يعينك وتخرج من الازمه دي على خير باذن بس يعني خد قرار كده مع نفسك اني صوم عن السجاير خالص عشان العلاج يبقى مجدي لان المشاهد النهارده بيقول لك انا هطلع مثلا ان عم طارق حاجه يروح يشرب بيهم سجاير فبالنسبه له صعب شويه يعني الناس بتطلع من قوتها عشان تحاول ايه تعمل عمل خير يعني. طيب عم طارق انت تتمنى ايه من الناس يعني بخلاف العلاج اللي انت قلت عليه 1300 جنيه في الشهر وما الى ذلك اذا حد قدر يوفر لك العلاج ده يبقى شيء كويس. طيب عايز انت لسه برضه سنك يعني 55 ممكن يبقى في باب رزق ليك. عايز ايه في باب الرزق يا عم طارق؟ تفتح محل تفتح كشك يبقى عندك اعتقد السواقه دلوقتي صعبه عليك. لا السواقه عاديه. بس انت اديك انت بتسلم عليها واديك مش قادر ما بعرفش ادور. طب لو حاجه ثانيه ترتزق منها انت شايف ممكن تكون ايه يعني؟ يعني حاجه تاكل منها عيش شايفها ممكن تكون ايه؟ في واحد قال لي هفتح لك بتاع زيت وكده. زيوت يعني. زيوت سيارات وكده وبقى عندك صبيان يغيروا الزيوت والكلام زي كده يعني. انا برضه عايز اقول للساده المشاهدين انه صعب قوي اللي يكون حرفي انك تقول له تعالى هفتح لك كشك او افتح لك دكان وبيع واشتري دي خط مش بتاعه خالص. تاكد تمام انه مش هيقدر يكمل فيه هو هيزهق وهيتخنق من مساله خد وهات والفكه والكلام زي كده. راجل الصنايعي صنايعي اللي فعلا صنايعي طالع صنايعي محترف يعني بيبقى غالبا عايز يشتغل في نفس المجال حتى هو اقرب شيء ليه الناس اللي بتفهم الحقيقه اللي حواليه قالوا له تفتح لك محل زيت يعني برضه هيبقى فيها شيء من ممارسه مهارته وحرفيته يعني. طيب نتمنى على الله يا عم طارق واهل الخير دلوقتي سامعيننا وناس طيبه وناس الحقيقه فيها ناس عندها خير كتير ربنا سبحانه وتعالى انعم على ناس كتير بالخير ولكن بيبقوا مستنيين
اللحظه اللي نشوف فيها حاله تستاهل ومكان يثقوا فيه زي جمعيه صلاه كده، انه من خلاله يتم وصول الشيء ده او الخير ده للي يستحقه يعني. فان شاء الله يعني اعشق وجه الله خير، ومن خلال مؤسسه الصلاه باذن الله، ومن خلال الناس المحترمه اللي احنا عارفين قطاع كبير جدا من جماهير النايل سات اللي احنا بتوعنا، جماهيرنا اللي احنا بنعتز بيهم، هم بيعتزوا بينا، عندهم ثقه فينا وعندهم احترام اللي احنا بنقدمه، احنا كمان بنحترمهم وبنحترم مشاهدينا، وذلك ما بنقدمش اي شيء يعني لا هزلي ولا شيء ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فعم طارق ثق تماما ان باذن الله هتلاقينا قريب بنتصل بيك ونقول لك تعالى يا عم طارق، في حد اتصل بيقول انا عايز اساعد عم طارق في حاله اللي هي الانزلاق الغضروفي اللي انت فيها، وحاله اللي هي الجلطه بتاعت المخ. ربنا يعافيك واعشق وجه الله خير يا عم طارق. الله يخليك. عايز اي حاجه ثانيه يا عم طارق؟ لا شكرا. طيب مشاهدينا الكرام، دي كانت حاله عم طارق. طبعا ابتلت بانزلاق غضروفي وراجل صنايعي ومحترف يعني، وبعد كده ما قدرش يكمل في شغل السمكاري، سافر لليبيا قعد شويه وبرده ما حصلوش نصيب ورجع، برده رجع تاني للقاهره واشتغل كسواق تاكسي. انا برضو عايز يا جماعه ما تنسوش ارقام التليفونات، لان احيانا الواحد بيندمج مع الحلقه وبينسى ينقل رقم التليفون اللي موجود بتاع ساعه الخير، اللي ان شاء الله هيكون ده همزه الوصل. طبعا مؤسسه صله ده يعني خاص بمؤسسه صله، في ارقام تليفونات قدامكم، دي بتبقى همزه الوصل بيننا وبينكم وبين الحالات اللي قدامكم. ولو حضرتك حابب تتبرع للمجموع اللي بيجي كله ماشي، بتفوض مثلا مؤسسه صله انها تتصرف ماشي، عايز حاله بعينها ونجيب ونقول ده حاله عم طارق، ده حاله ام احمد، ده حاله امبارح اسامه سامي، اي حاله ان كانت وحياتك شايف ان ده اللي ممكن تتبرع فيه، احنا تحت امرك ما فيش مشكله خالص. احنا ما علينا غير ان زي ما الرسول قال الدال على الخير كفاعلي. بنستقبل كمان، مش بنقول بس يا جماعه، مش بنقول مؤسسه الخير احنا بنستقبل بس المساعدات او ما الى ذلك، لا احنا فاتحين كل يعني اذرعنا، بنقول اي حد عنده حاله، اي حد يعرف يوصلنا بحاله يعني هو مكسوف يقول الحاله دي روح التلفزيون، يتواصل معانا واحنا هنقوم بالدور ده ونحاول معانا نتواصل مع اي حاله يكون عندها، سواء حاله مرضيه سواء حاله مقعده او كده، واحنا طبعا جاهزين بالاستاف بتاعنا. الحاله مش هتقدر توصل لنا، احنا ممكن نوصل لها ونصور عندها بحيث توصل للساده المشاهدين، ونوصل يعني اهل الخير باهل الاحتياج. ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسنات كل مشاهدينا، وبالاخص اللي هيتعاون معانا واللي هيوصلنا حتى بالحالات، وفي ميزان حسنات حتى الناس اللي هي الدنيا جت عليهم واتكت عليهم شويه. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء بتوجه بالشكر لعم طارق، شاكرين لك يا عم طارق. الله يخليك واعشق وجه الله خير. انا مش عايزك تبقى حزين، انا شايف ان انت حزين قوي. اعشق وجه الله خير. ربنا بيقول ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. شكرا لك يا عم طارق. ماشي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بلقاء جديد من قناه الصحه والجمال. ساعه الخير كل يوم الساعه 4 ان شاء الله، بدعم من مؤسسه صله. شكرا لكم والى اللقاء. ساعة الخير، يلا وفي ايدينا نساعد الغير، ده رسولنا وصانا والجنة مسوانا، تكسب رضا ربك تثبت بيا خطانا، دايما في ساعة الخير يلا نساعد الغير.